السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو خفيف ظريف ولذيذ بزاف وان شاء الله يعجبكم. غادي نقدموا فولوتي ديال القرعه الحمراء، وغنقدموا معها المرافق ديالها اللي هو الخبز هكا كما كتشوفوا معايا غريي، فيه لاصوص ديالو كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير، وانا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. هذا الخبز هكا كتقدري تقدمي مع جميع انواع لي سوب، كيجي لذيذ. نبداو لا غوسيت ديالنا. التحضير ديال لا سوب، عندي هنايا البورو او البواغو مقطع دواور مع الزبده والبزار والملحه، وحررته مزيان حتى تبدل اللون ديالو. من بعد درت القرعه، قطعتها كما كتشوفوا طراف صغار، نقيتها وقطعتها ودرتها معاه، خلطتها مزيان معاه حتى تقلى داك البواغو. من بعد غادي نضيف الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا هاد القرعه ديالي، صافي. وان شاء الله غادي نخليوها تطيب عاديه على نار متوسطه. منين غادي تطيب؟ غادي نطحنوها في كاس ديال العصير كأي سوب عادي. غادي نطحنوها، انا غنطحنها مع 4 ديال الكيري ديال الفرماج المربع او الفرماج المثلث، كيف كتجي لذيذه وما كتحتاجش عاوتاني نرجع نطيبها، حيت تقدري ديريها مع لا كريم فريش في لا كريم ليكيد وتجي لذيذه حتى هي، ولكن خصك ترديها في الكاسرونه باش طيب عاوتاني ديك لا كريم طيب. صافي، خليكم مع تتمه الفيديو وما تمشيو فين. صافي، هيا لا سوب ديالنا وجدات، او الفولوتي ديال القرعه. دابا غادي نقدم الخبز اللي قلت لكم المرافق ديال لا سوب. هنايا عندي نص كاس كبير ديال زيت العود، الزيت البلديه، عندي جوج دروس ديال الثومه، جوج الثومات محكوكين مزيان، مع ملحه، شويه الملحه، شويه البزار، وكنخلط والربيع، قزبر المعدنوس كيجي لذيذ بزاف، او عين المعدنوس تقدري ديري غير المعدنوس. صافي، غادي نحطو على جنب. غادي نقرد الخبز ديالي كما كتشوفوا معايا، غادي ناخذ الخبز الباغيت وغادي نقردو غونديل على ديك الشكل هذاك، كيجي حتى في المندار زوين، تقدري ترافقيه مع لي سوب هكا اونطري للضياف حتى يجي زوين. صافي، غادي نقرد الخبز ديالي وغادي ندير ليه، غادي ندهنو بديك لاصوص اللي وجدت، ومن بعد غادي ندخلو للفران يتحمر. وكيجي لذيذ بزاف، منو كيتحمر كيولي غريي، وكيجي لذيذ بزاف، وكمرافق لجميع انواع لي سوب لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه وغادي يعجبكم، وغتجيكم الوصفه سهله، وغادي تبداو ديروها ديما ان شاء الله. غادي تعجبكم انا متاكده. صافي، غادي نخليكم مع تتمه الفيديو. من بعد ما تحمر في الفران كيجي بهذا الشكل هذا، قدمناه مع لا سوب، صراحه لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه، كنتمنى تكونوا شفتوا الفيديو حتى الاخر. وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في نهار جديد، وصفه جديده وسهله، وبسلامه عليكم.